لكن أقول لكم كلمة يعني حاجة بسيطة جدا عن حليب الإبل، فوائد كثيرة جدا ومذكورة، كثير من الناس كتبوا فيها، لكن مجلة العلوم الأمريكية سنة 2005 ميلادي نشرت مقال في منتهى الأهمية، قالت إن يوجد اكتشفوا العلماء في حليب الإبل وفي أنسجة لحم الإبل وفي دم الإبل أجسام مضادة دقيقة جدا على حرف في. الأجسام المضادة هذه أجسام يعني إحنا عندنا الإنسان والحيوانات بصفة عامة عندها أجسام مضادة، بس أجسام مضادة كبيرة. هذه الأجسام المضادة هي اللي تقضي على الميكروبات والفيروسات وتقضي على الخلايا السرطانية وكذا. هذه الأجسام المضادة اللي موجودة في الإبل عشر الأجسام المضادة اللي موجودة في كل الثدييات، وبالتالي يقول لك هذه الأجسام المضادة موجودة على حرف في، تستطيع أن تخترق كل أنسجة الجسم، بل تستطيع أن تخترق أنسجة خلايا الجسم وتصل إلى كل نقطة في الجسم بسهولة، فتقضي على أي فيروس أو ميكروب أو تقضي على أي خلايا سرطانية. العلماء في أمريكا وأوروبا جمعوا حوالي 800 عالم لمحاولة تصنيع هذه الأجسام المضادة، ويسموها الأجسام المضادة النانوية، نانو أنتي بوديز. الأجسام النانوية هذه اللي هي الصغيرة هذه جمعوا لها 800 عالم، قاعدوا يبحثوا من سنة 2001 إلى 2005، وفي النهاية قالوا لأنه يعني هم قالوا بالضبط كده إن نحن توصلنا لعلاج لتصنيع هذه الأجسام المضادة الموجودة في الإبل، سوف نقضي على معظم أمراض العصر، سوف نقضي على مرض السكري ومرض القولون العصبي ومرض السرطان ومرض كل الأمراض المستعصية سوف نقضي عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ما بحثوا حوالي 5 سنوات قالوا عبارة عجيبة جدا، قالوا أن يبدو أن العلماء ليس لديهم إمكانية الآن إلا أن يتجهوا مباشرة إلى الإبل العربية ليأخذوا منها مباشرة هذه الأجسام المضادة. سبحان الله العظيم. وإحنا بلاد الإبل، فاحرصوا كل واحد منكم يتناول كل يوم نصف لتر من حليب الإبل، كاسة كبيرة في الصباح وكاسة كبيرة في المساء، بفضل الله سبحانه وتعالى لا يصيبه أي مكروه، وجزاكم الله خيرا.